أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة. فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. لشرح ابن عقيلين ولدرس دقينا بنجاوسة بله لم درس دا تاوتوي مصوغات ابتدا بنكير دكين واتا اوشتانيك و ريغا بيدرن بو اوي مبتدا كمان نكير بيت دفرمي او شاركان من لدرسي بيجدا شرح كرت افرمي الاصل في المبتدئ ان يكون معرفة وقد يكون نكرة. اصل لمبتدا دا او يكا معرفة بيت بلا هندي جار تشجد بي نكير دبيت. أما نكر بونك لكن بشرط أن تفيد وتحصل أو بشرط أن تفيد. أما مبتداك ببيت نكرة بشرط وكفائدة ببيت فائدة تدابت كالكو قازانج كي تدابت شونك وكو باس ما كده درسي بيشو دا مبتدا محكوم عليها حكمك للجملة كداهايا تو أو حكمة أبيت سر مبتداك أو حكمة لسر مبتداك جيب جيدكي دي تو مبتدا اگر بلات ومعرفة نبيو آشنا نبي بوتو زاندراو نبيو او نبيت ايوانيو دي چون تو حكمي بسر دادكي حكم بي حكم شتيشي بي فائدة و بي معنى العقيدة قصيكي جوانا جاب بلان دبيت انكي لاب بشرتي وكوا فائدة بدا هميشا اوشتانك اصلا اها مرجاني كذا لا الاصل في المتلئين يكون معرفة نموايا او كمبتدا معرفه بك اصلا چونك اصلا نشرتي هي هيش تكيني العقده هيش بلغو دليل شينا چونك دبي وابت ايه وتحصل الفائده باحد امور بلان فائده لردا بچندا نشد الصبر دبيت ايه كوا ذكر المصنف منها سته مصنف منها لو اموريا شجداني باسكدو احدها ان يتقدم الخبر عليها وهو ظرف او جار ومجرور يجيان اوهيكا خبركا بيشبكوي عليها بسرنا كيركا دا كدبيتا مبتداكا وهو او هو دشتا وجار مجرولكا يابو خبركا خبركا بيشبكوي عليها بسرنا كيركا دا خبركا بيشبكوي عليها بسرنا كيركا دا كمبتداكينا كيركا اما لحالك دا وهو ظرف وجار ومجرور وهو ظرف وجار ومجرور اما الجملة حالية حالة لخبرك خبركا حالي او بيت ظرف بيا جار يا جار مجرور بيت وكف في الدار رجل وعند زيد نمرة او توضح من هي لسري بيجمان بلان جربام عبارتك توكم كليل دا في الدار بيشكوتو ليرج دا عند بيشكوتو جا فإن تقدم أجر خبرك بيشكوت بلان وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز أجا خبرك بيشكوت بلان أول حالك دابو أو خبر بيشكوت نظرف و نجار و مجرور بود درست نابد باشا کاکی برا درست نابد وکو چی؟ وکو قائم رجل ایسه قائم بلین خبری مقدمه و رجل مبتدا مؤخره نکرد رگه پی ندراوه زور زور باشا جا استه لیره کانه دا کومل اقصه هیا لسر ام بحثی که و بلین جنابی او شارح برحمتی خوابه کردویتی بالنسبة مصنف وات ابن مالك أو بابتي كتير تصلين قلتوها عادة ابن مالك وزور بيزور جاران لا
بلين لمثال كان ده بابا تكده جينت جاء صديق قد كان أمشتا هر بمساد وساكارينيا كجنابي ابن عقل هاتو باسي كدو أبمشيوه كخبر پیش کود که ظرف بیاد زارو مجرور بید نه هر واساده نیا یعنی هر باوساده نیا باوساده نیا باشا وکو معنی نمیرش نمیرا باشا با شتیگ دلن کوا عرب لبر یانده کرد کاتی خوی وکو چون للای خومان فرنگی ها بوشتی چی واها بو يا شيء بيد الله اللهي اللي بيلم نما ونا وكبلان اشتكي أستور بو بتعبت بوزستان الكلبريان ذكر بوهيك هو مثلا ثرمان نبي كل باليان بيد قد اشتكي وشان بيد قد اشتكي أوي كعرب لبريدة كنا مدة أوي ليرا كان ده دليل دقة فرمو أوي كخبر كزرب يزعر مجرد بيت جنابي ابن هشام برحمد به افرمي ابن مالك فرميتي ودشكري لواقع ده لقل او داك خبرك ظرف بيتر مجرور به في اشكبت خبرك جملة جبت يعني او اول شيء بإضافة كده عمومي نحوي كان دلين كاتك امد بيت مصور مجوز بو ابتداء بنكيرا خبرك كظرف بيا جار ومجرور بيا بيش بكويت باشا بلام ابن مالي دفرمي لقل او داك خبرك ظرف بيا جار ومجرور بيا خبرك جملش بيا يعني او دي بيت السيهم ظرف بيا يك جار ومجرور بيا دو سيهم جملة بيت جا قولي ابن هشام برحمد بيا لو داك كل ام بابتانا وكو شاهد لقرآن دي هنا توتند تايبتها باشا جام جا مثلا اويك امليره دا بو مثلا بو في الدار رجلون مثال بو دين تاني ياو عند زيد النمر بو دين تاني مثلا بو نمونا او لقرآن دا بو جار مجركة مثال بو دين تاني لكل اجل كتاب اويك بو ظرفك ولدينا مزيد باشا ابن مالكش كأو دفر من الجملة بيوكو قصدك غلامه رجل قصدك غلامه رجل أما رجل مبتدا ونكيريا أويك رجل بيداو لركان دا تشيا أويك خبرك الجملة وكو قصدك غلامه بيت إيه؟ أما اللي ركان دا كدل أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور وابن مالك دفر من أو جملة أما الراسة او مصويخة بلان آية هر بمصاد وساكارية نأنا بمصاد وساكارية او دي بباب صاني ليرتا دي قد كن جنابي ابن هشام برحمد فرمي شرطي خبر لمسي صورة دا شو خبرك جملة بيت شو ظرف بيت شو جار مجرور بيت شرطي خبر او اختصاصي وربقلت يعني هر او ظرف هر او جار مجرورة شفا بخشنية بو ايما هر او کاری ایمی پیر جه به جنابید هر او کاری ایمی پیر برانابید دبیه دگل او دا لگل او دا خبرکا لمسی صورت دا اختصاصی که بو حاصل بو بید مثلا بو خوی دفرمی اگر بگو تره فی دارین رجلون قطعا دروز نیا دخول حالک اما فی دارین ایوانیا اما دبینی ظرف او جار مجرور پیش کرتو وایا دیار لیره کاندا او درکوت که هر بونی خبر بجار و مجرور و تقدمی به بسر مبتدا ده کافی نیه بو مجوزه که او دیار او نکته کی ظریفه چون که دلیه لمغنی داده فرمه کاتک وایا هیچ کاتک خالی نیه لوا که لو کاته ده خلاصه کلام لمالک ده پیاوک ببید یعنی تو برده استداک مقصده که دوامن پیجمن سبینه دو سبی ایتر هر که اتی توله نظری دگری و بیری لده که توانه لمالک دا کنازانین پیاوکه کنازانین باشا لنتیجه دا ام خبره
وقت تو دیدی فعلی کت دانی چی تدا وای ا ذا امزه شرط اختصاص که ارزی خوشویستان کم البته دو من اوی مغنیتان بود الله موان من سپاس بو خوای گورکا یارمتی دم همو اوانه تو مارکم بتابل بابی چواردان و مغنیم تو او کر است چند درسی شدی پیدا دی مو ایناش کول کل کتاب کم تاکو تای تو مارکر دو ایتر کاری کی زور گوره بو خوای گوره یارمتی دین لی بزیار بک بو من تا وجا ل مغنی دا بابت کان زور تیرو تسلن ل جنابین لوی دا وقت بحثی دکات باشا جا قصی زور لسر او باشا باشا کدلی یچ ل مجوز کان او خبرک ظرف به یا جار مجوز مالک دل جمله بو او ک عرضم کردم پاشان دل دبی شرطی خبر لمس صورت دا چ او ظرف به چ جار مجوز چ جمله به دبی خبرک اختصاصی کی بو حاصل بو بیت آها اگر اختصاصی بو حاصل نبو بیت نخوا امز اختصاصك تشيو اختصاصك جاري و بود بيت كوا ظرفك بولا اضافة ذكرت باشا اختصاصك اويا او شتي كظرفك بولا اضافة ذكرت باشا يا او شتي كمجرورك بولا اضافة ذكرت يا مسند اليه لجملة كده او بكره ببنى مبتدا باشا بكره ببنى مبتدا مثلا لآت كدا كدلي بونمونا يا لم مثالي تبا كدا بلين لنزلي بقرين باشا عند زيد النميرة زيد دكره ببتا مبتدا تششيكي لودا طالما رزول لمثالكي اول دانا كرت بتنيا ببتا مبتدا بلان زيد ببي مارس دتوان ببيتا مبتدا باشان دلا اويكوا زرفكي بولا اضافه دكريت اويكوا مجركي بولا اضافه دكريت لجمله كجدا اويكوا مسند اليه لجمله كدا بكره ببنا مبتدا او اختصاصك بو حاصل ضبط مثلا لا اويكدا ك دفر ولكل اجل باشا عملي ردا أم كل ولكل أجل لكل أجل كتاب كتاب كمبتدا لكل أجل خبر كيتيو بيشكوتوا كل كي إذا فكرة وبلو أجل استلي ركانة دا تاوليتي زور واضح حرونة باشا قصد ما بس لكل أجل شيء لدا عموما دي كلمة كبو عموم بيت لتوان ببتا مبتدا يا مثلا لآتكي كدا ولدينا مزيد نام عرفة يا بلا زميري متصلة بلا وقت بيكي تم مبتدا حاو الشيوكي ديني كنحن تشير شيوكي لبدم نحن لك بيت مبتدا دوبار لمثالك دا اويك ابن مالي دفرمي قصدك غلامه رجل اسي غلامه ليركان دا عرز بلاي خومكم كتماشابك او كفاعل قصد مصنع اليه دي خوي دتوان ببيت مبتدا بو شو كده بقول غلام بإضافة كدني بلو معرفة بتمعرفة وهيك شيء جني لبردم أودا لبردم أودا كغلامه مثلا نبيته مبتدا باشا أما خالق الجوهرية كوا جنابيا بحسي ليك على وقته آه ودشتوان يقولين بإضافة كتخصيصك حاصل بوا يشان لدينا أو لدابو كبإضافة كدني بروناكا أو لا إله بقرينا ودبيتها معرفة لكل أجلنا ودبيتها وصيغ عمومة باشا قصدك غلامه غلام بإضافة كديني بلوها أكا أوش كسبي تعجي بلا يعني تعريف تخصيص حاصل وليركان دا باشا تعريفك بلين تعميمك حاصل كل أجل بليركان دا أو بلان أصلك أويك أويك أو دفرمي أويك ظرفك يا جار مجرورك يا مسند إليه كيب ولا إضافة ذكرية بكرة ببتتي ببتا مبتدا بكرة ببتا مبتدا أوجا بمشي وازيا دبيني أم مرجع حيا ليرك أنا ده بلان جنابيا لزور لكم أوي بيانك الدول إشارتي بيانا ده باشا صور زور بجيه
يسأل عند زيد النميرون دا أولي ردا النميرة مبتدا خبركي عندها بإضافة كدني برو معرفة زرفك بوتا زرفي مختص تظل ثبوتا معرفة لا الله هل بيه لنزرفي مختص أما بهوي أبوا فائدة إقلي ردا بو إما تشبو حاصل قسيكي زور زور جوانو درستو رواية بيتشش زور تشاكا أو مجاوزي أول كاكي جان مجاوزي دوم الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام باش نحو هل فتنفيكم دوهم دانا أو يك وبيج نكيرة كا كبي اسم استفهام استفهامي كي بيش كذا ما بزني ما بزر لازم نكال اسم بيت بيش نكيرة كا كدبيتها مبتدا استفهامي قل بيش شو جاهر كاتيك نکره لپیشه و استفهام بو او رگ خوشکر بو که اونه که لبیبتا مبتدا وکو نحو حلف تنفیکم چاولیتی اولی رکانه دا اگر سرنستان دا بیتا لپیش فتن دا که بوتا مبتدا حل هیا که هل طبیعتا همو من نظن داتی استفهاما لی رکانه دا اوی که رگی داو بوی که فتن بنکیر بونی و بیبتا مبتدا اوی که لحیز استفهام دا یعنی لخانه یک دا لچوارچوه یک قراری که تو کچوارچوه استفهامه باشه و هر بول لکه لچوارچوه استفهام دایا فایده که هاتو تجگه بو چون که استفهام لواقع دا وقت بیری لیکی تو پرسیاره لشته که غیر معینه لشته که نزاندره و بلاته و کتو با استفهامه که داوای مشخص بونو معین بونو در كوتنو در خستني او مجهول نامفهوميا بپرسيارا كدا تيوي لجوابا كدا بود در كوي كوتشي باشا لنتيجة دا اما شباهتي هي براستي بصيغيك عموما لواقع دا ريك باشا ريك بصيغيك عموما شباهتي هي لواقع دا زور تشاكا او باشان لركانجدا رد يكيا لسر ابن حاجب برحمة بك ابن حاجب دلي استفهام يقدتوان ببيتا مجوز ومصوغ بو مبتدابو بو مبتدابوني اسم نكرة همزيك كهمزك همزيك بي لبرابر يا أم هاتبت أمي معادلة يا أمي متصلة وكوي بلي أرجل في الداري أمي امرأة باشا بلنا لحالك دا استفهامك تابنك لا وبهم زيك ومعادلي أمبير نا هل استفهامك لأرادة ببتش تسر نكيلة ببون استفهامك النكيلة كتيا لواقع نفس الأمر دا دبيتا مبتدا نكيلة بوتنك أما عامك كدقيقا لركان دا وكو خاص دا شد يعني وكو أمسيغ عامة كفتنا لركان دا بهوي برسيار كرنك و تخصيصي كي بو حاصل بو بلواقع دا او كرقا خوش دكا بو او كواتي بيت ببيتا مبتدانا كي دكا ما زور تشاكا او السي او دو سي الثالث ان يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا السي هم دانا اويا عليها اتتوبونا كي دكا وبيجنا كي دكا نفيا كوتبه يعني وبيجنا كي دكا النفي اللي فيه شيء وبيت باشا وكو ما خل لنا خل بمعنى دوستة ذا إيه؟ أمزة ليرا كان داك خلنا كريبو تمبتدا باشا جا أمزة شا أوبلين ماك حجازية تبلين ماك تنمية فرغناك باشني ومرفوعة إيه جا ليرا كان دا نكرة لسياق نفدة عام مفيد عموما إفادة عموم دكات يعني أجر اسمك نكرة لسياق نفدة ويعني لشوين دابو لبيشيدا نفيها بو أو بدوان نفيا كدهات أم نكرة دبوك سيريك عمومي لدد وكو كل وكو أحد مثلا أوانا باشا تواب دي هاد وقت يكيش او نكيري لدوان فيك وعام بو ايوانيا مدلولي نكيرك تواي افرادي او جنسة دقريتو لنتيجة دا وك اسمك
كبوبيه معرفه بالي او الك بو جنسه بو تعريف جنسه جنس استغراق باشا يعني وقوايا اللي ركان دا ام خلون وكو مثلا او اسمدت كوا الفلامي جنسي لسرا كوي استغراق افراد كطبيعه يعني وك اودس على واقع دا ك للفظ دا بالا معناش دا معناه كي مشخص نبيت معرفه نبي بلا للفظ دا حكمي شي هي حكم معرفه على واقع دا وك اودس باشا. الرابع ان توصف نحو رجل من الكرام عندنا او ك ام بابتا ابن هشام لمغنيده زور باشر هنا يتي لي ركاندا باشا. چوارم لمجوزة كان اوه يكا نكيرة كما موصوفة بيت يعني خاوني صفة بيت وكو رجل من الكرام عندنا اما كهر مثال كان الفين بياوك لبرزة كان بياوك كموصوفة بموصفة كخاوني وصفك يعني كالكرام كان لبرزة كان ولا ايميا اما اشتيك دلين زبان بزمان هاتوا باشا اتر امجا استتاوكي شو بين نازانم حتى لحاشي خو ضريدة هاتوها بلا ايش خونا الله فلان شوين دا هيا بلا او اشكال نيا لو داك امام النووي برحمته خوابه فقه ابن مالك بو لا ابن مالك تلموزي كدو لخزمتي او اخوين دوتي وشاقردي او بو باشا جاء ام امام النووي جوا وادلن لو كاتدا كابن مالك ام الفيد نسيت ودقات ائر كان وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا على امام نووي لو كاتال لايب ولا خدمه داو وبو دلما بس بو بياوا لا بياوا برز كان بس في نووي والحق انصاف ذكري وابت چونك نووي شاياني او توصيفه لواقيد اخواله ملاكن راضي إذا بهر حال ليرا كندا رجل من الكرام رجل كمبتدا أو نكيرة بهوي أوك من الكرام بوي بوتا وصل بوتا نكيرة أبلم بوتا مبتدا نكيرة كا جمعت لدا أما جاكدن بشتيك زريفة أيش أويا لبد أو نكيرة وقتك خاوني وصف دبيت باشا نزيق دكيوتا ولا معرفة بلان دبي إما أم خالما لبد تشاو دابيت كهرشي وصفك ناتوانا ببيتا مجاويز بو او كنكيريك ببيتا مبتدا باشا بلكو مدار ومحورك لساتي لسر فائده فائده كلابو دبيت انا فائده تنالمو بانكيريك خاوني وصفك بي هر ناتواني بيكينا مبتدا ايه مثلا اقا توبلي رجل من الناس عندنا اما ناتواني رجل ببيتا مبتدا بو لبر او رجل من الناس اها تاوليتي درست من الناس وصف ورجلي بلان فائديني لواقد بفائده بكلكا چونك لواقد فائديتي دانيه لبر او معلوم رون مشخصه ما دام رجل رجل ولا ناس يعني اشتكي تي دانيه لواقد كتو او اشتيا بلي واقع اما فائديك دلات الدس سامع كده هش تكي تدانيه وقت ولا الرجل بالناسي بياو يقل خالق دي بياو لخالق إلى شيء أيوانية بلا أنا وفرق إلى الرجل من بياو يقل بياو شاكا كان تقولي أو وصفك فائدة تدانه وقيد أو أم كتبة كشام هاي لقالي من لقال ابن عقيل ده من بمش يوازن بنات وأنا مش رحيب كم شو كأما أو بسري دابروي حش تيكي لي تلف لي حالي نابت يعني اجا حاليش الببيلي بابتي كي ناقصني وتشل دسي دكيت وبويا خير بيريتي انا براسي وتلف. الخامس ان تكون عاملة سيهم دانا اويا كوا بلين عملك يعني نكيرك عامل بيت باشا هر خدي عمل كرنك لي ركان دا بنوع لنوع كان تخصيصك حاصل ده بيبونا كيركا بهوي عمل كرنا كوكو رغبة في الخير خيرون وكا هل مثال ألفية كيا إذا رغبة مبتدا يونا كيرشا خيرون ولبتا خبركي في الخير باشا كرغبة مصدر في الخير تعلقي به بسطوة
استي امجا شون ام رغبه لردا بلين في الخير بويد بيت مجوز ومصوغ ورقه بيدر بووي رغبتي في بيت مبتدا يعني تفائدك هي لم جمله دا فائدك او كنكيره باشا وكو ام رغبه به باشا بهوي عمل كدن لمعموله كيدا كفي الخير تعلق بو دبسته برجل اختصاصي بو حاصل بو باشا هر وكو حاصل بو مثلا حاصل دبي بو نكيره اختصاصك بصفه عاده وصفه بو موصوف نكيره وكو يبيش داخل مع رجل الكرامي يعني صفتك رجل وكم الكرامي به رجل وكو نكيره كبه تخصيصي لدى يعني بياوك بموصفه مثل لسك كتد الرجل حتى رجل دي قريتوا باشا ببير توا بقنج توا بعقل دانا وببعقل و ببياو كجا وببياو تاكا وببياو خرابا وببيا صوادا وببا صوادا وبخو بنخوشا وبصاغا وبجوانا وببيرا وبناشير دوا بلا كثير من الكرامي همو اواني كدرونا داري لنتيجة دا اختصاصك حاصل به ليرا كانش دا مستر وكون رغبتون به وكان كيريا بهوي عمل كدن لفي الخيري دا كفي الخيري تعلق به ودبسته لنتيجة دا بوي حاصل بوا نوعك لاختصاص هر وكو بو موصوف بصفتك نوعك اختصاص حاصل به موصوفين كده جابم شوية توزق لمعرفة دشت بوا كلمعرفة نزيدك شونك اختصاص لواقع دا أودكات نكيدك لمعرفة نزيد خاتوانيا يا هل لو أنا مثلا بيامر على صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة أو أمر نكير يا بلان ببي معروفين نو إخصاصي في ذلك الوقت ببي معروفين تعلق في بوه بس ولا قيدا باشان السادس أن تكون مضافة ششم أوي كواتي بيد مضاف بيت يعني نكير كمان كقرار أو بيكين مبتدا مضاف بيت تبعة نكير بعمل كردن لمعمولة كي خويدا نكير بإضافة كردن برو نكير تاولي نكير بهناني صفات بوي بهم أمانة اختصاصي بحاصل الله به أو أخو لا إضافة شخص عنده معنى إضافة نكيرة برو نكيرة موجب اختصاص بو نكيرة بو مضافة نكيرة باش مثلا دولي عملوا برين يزينو كاري باش يزينو جوان دكات باشا طبيعتن وإنساني جوان دكات إسي عملوا كليرة دا نكيرة إضافة كلا برو نكيرة كبيرة بإضافة كدنكي برو أوا يعني تخصيصك حاصل به تخصيصك هو كوتفتازاني دفر ملا مطول ده تقليل الاشتراكي أو اشتراكي كلنا كذا كذا هيا أيوانيا بهوي شيء بهوي إضافة كديني برونا كذا أو اشتراكي كم دبيتهم أو اشتراكي كم دبيتهم قاعدة كي علمية لواقع ده بس أنا كوتت عمل هتشي عملك دقيتهم بل أنا كوتت عمل وبرين همو عمل كاني كدورون لري أمد من التولى عقدة كأم ما يوانا إتر أما نزيد بيته ولا معرفة دوار العقدة دواء أمانة هذا يعني أويك لبرتشاو مامبو لألأصل تائلة كباس مانكر ما ذكره المصنف في هذا الكتاب باشا أويك جناب مصنف رحمه الله لم كتب داك بلين ألفية بحثي كدو وكو مجوز ريغا بيدر بو مبتدأين كلا يعني بو كان كريب ببيت مبتدأ باشا ازور تاكا وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا باشا ايه وهناوي أنا برو كوتايان قاندو أنهاها يعني اللواقع دا بو مصوغات داتشت ولواقع دا أو هايا باشا مصوغات الابتداء بالنكرة تبعة بو أول ليرة دا اللفظة كش حسب ظاهر ذكر نكرة بلان اشتكى حكمية چونك ما قصلا مصوغات داكي باشا وغاندويان تا كوتاي مصوغات كان يعني غاندو تا كوتاي غير ابن مالك بلو تندان غاندو ولا غاندويان تا كوتاي كي بلو سيو أوندا موضعا سيو لفارسي لان نيف وثلاثيني
سيو أندي جا سيو سي سيو شوهر سيو بينجا تنديتر الله أعلم باشا إيه وأكثر من ذلك وتعزى بتر لوا أوي كوان من ديو مهندك تا بنجا وشوهر بنجا وحشتي روشتون چلو هشتي تدايا سيو سي تدايا والله نازانم بستو چواري تدايا پانزي تدايا شازي تدايا باشا باشا چشنية ات التواوي أوانا ابن مالك برحمة خواب الله همي أمانة دا لأداء ششي هنا ألبت لتصير جدا أمانة زوريني هنا ولا قيدا بلان لم بابت دا الله أعلم كاري ابن هشام لهمي علمي تربير هر همي كوك دوت ولا دانا دا باشا أو إن شاء الله بالكو تاي أم بحصايا تاوي كي بيادة خشكين لواقيدا چونك ودوايا أم قصدتا وبيشوا وزوات اللوش فذكر هذه الستة المذكورة أو فاعل ذكر أتيته بغير مصنف غير مصنف باسيان لم شجدانش كدوك باسكلاوة جاء إما أجر إدامي في بدين ما بس أو ابن عقيل لفرمي دبي إما لسروي أم شش وإدام بدين أما شش أم جاء دس بينا كان يقولين أو يق أو دو دل أم غير مصنف أم شش باسكر دوا وأم جاء لسر أم شش خلاصي كلام درجة بيلا داو بارحال أوكا دقاتا مثلا حوتا وهشتا وشنديو أو دروالا وقيدا بزور بجيا إن شاء الله أوكا إما بدرسي شكد بيت تواويكين لواقيدا چونك أوهر بيقدرز بومان تاونا بيم خوش بو بام يقدرسي تواويكا بلان بحر حوتا ونا بي بلان حول دادم خوابشتيوان بي لدرسي دا هاتو دا تواوي بابتك تواوكمو ليرك أنا دا دويستينو لسر والصابع وخابشتوا به دس في دكينا وانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.